إذا كنت من المدخنين فالخبر ده أكيد أول ما التصريحات دي خرجت أثرت فيك بشكل إيجابي، يعني أسعدتك، لكن الحقيقة إن التصريحات فعلا كانت صادمة وغريبة. قريناها على لسان رئيس شعبة تجار وصناع الأدخنة في الغرفة التجارية الأستاذ محمود اللولو، صرح بيها بالتحديد لجريدة الوطن وقال التدخين حلال وليه 7 فوائد وبيعالج من كورونا والعديد من الأمراض. دي كانت التصريحات اللي عملت ازعاج واستفزاز لكل اللي قراها واطلع عليها، وقالت ان التصريحات دي بتتنافى مع ابسط القواعد العلميه المتعارف عليها بان التدخين بيدمر الصحه ويسبب الوفاه، بدليل طبعا ان ده بيتكتب على علب السجاير زي ما انتوا عارفين. لا، يحط لنا عضلات وصحه ويقول لك انا البطل بقى بدل السرطان والعجز الجنسي ويسبب الموت. الحقيقه ان فريق البرنامج اتواصل مع صاحب التصريحات دي الاستاذ اللولو، واللي نفى تماما صحتها وقال انه ما قالش حاجه من الحاجات دي خالص، وكمان قال انه هيتخذ اجراءات قانونيه. بما ان التصريحات دي بقى منشوره في جريده مهمه زي الوطن، والوطن الطبيعي انها مشهود ليها بالمصداقيه في الاخبار اللي بتنقلها، احنا عايزين نعرف حقيقه التصريحات دي من المصدر. الزميل سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن معانا دلوقتي على التليفون وهيجاوب لنا على أسئلتنا. أهلا بيك معانا. مساء الخير يا أستاذة كريمة، مساء الخير يا أستاذ خيري، منورين، وكل التحية لمشاهدي برنامجكم الموقر ومشاهدي القاهرة والناس. زميلنا العزيز سامي عبد الراضي مدير تحرير الوطن، أولا ربنا يوفقك. عرفت أنك ترشحت لنقابة الصحفيين عضوية المجلس تحت 15 سنة، ربنا يوفقك إن شاء الله. شكرا يا رئيس. أستاذ سامي، السيد لولو نفى صح، قال أنا ما قلتش هذا الكلام، وأنا عارف إن أنتوا في الوطن ما بتعملوش حاجة لما تسجلوها، فما هي حقيقة هذا الخبر؟ تمام. رقم واحد، بس أنا هضيف معلومتين على ما زعموا بالفوائد من قالتهم الأستاذة كريمة. هي قالت سيدتين بس، لكن هو الراجل كان مسند يا استاذ خيري حسب وصفه 7 فوائد. قال لك بتقضي على كورونا وبتقضي على مرض الزهايمر وبتعالج التوتر العصبي وبتمنع تسوس الاسنان وبتحسن المزاج العام وبتجعل القوام ممسوك وبتعطي فرصه كبيره للنجاه من امراض القلب. يعني احنا لو جمعنا نجاه من امراض القلب طبعا يعني امراض قلب وكورونا وزهايمر، لا واسنان، ده الاسنان ما بتتاكلش غير بالسجاير. يعني انا هو اختار 7 امراض او 7 يعني عوارض، لو احنا جمعنا 10 من اهم الادويه الموجوده في سوق الادويه مش هتعالج هذه الامراض. قول ان السجاير هتتباع في الصيدليات بعد كده. والدكاتره هيكتبوها. طبعا ده يا استاذ خيري رقم واحد بيخالف الشعار اللي موجود على علبه السجاير، التدخين ضار جدا بالصحه وبيحط لنا واحد بيموت. ده رقم واحد. رقم اثنين، وزارة الصحة دايما بتقول ان التدخين يؤدي الى السرطان ومحدش يدخن. رقم ثلاثة، يمكن احنا في الخبر اللي نشرته زميلتي الرائعة جهاد الطويل قالت ان مفتي الجمهورية الاسبق السيد نصر فريد واصل افتى بحرمانية التدخين، لان الاستاذ لولو كان اشار انها حلال، ان التدخين حلال، وكمان طبعا في تحذير انها تباع لاقل من الأعمار. هي الآراء الفقهية ذهبت ما بين المكروه وما بين الحرام. طب ما تقول لنا الخلاصة بقى يا أستاذ سامي، هل هو قال التصريحات دي وانتوا سجلتوها؟ يعني عندكم ما يثبت؟ لأنه قال إنه هيرجع عليكم بالمسؤولية القانونية. هو حر يرجع زي ما هو عايز، لكن إحنا لدينا تسجيل صوتي كامل للمكالمة اللي أجرتها زميلتنا جهاد، وهذه المكالمة وتسجيلها موجود لدى الشؤون القانونية في الوطن ونسخة أخرى لدى الزميلة جهاد، ومستحيل أن زميلتنا جهاد وهي لها باع طويل في الصحافة الاقتصادية في مصر أنها حتى تكتب خبر بهذا السياق وبهذا الوصف، مش معقول طبعا هيتكتب خبر بده. رقم اثنين، هي اتكلمت وقالت أن هو زعم، وعلى حد قوله بمعنى انها كانت بتشكك يا استاذ خيري وحضرتك استاذنا في الصحافه في هذه الروايه وفيما قاله هذا الرجل، ولكن دورنا احنا كصحافه هو نقل الاخبار على مصادرها، وهو مصدر رسمي ومسؤول عن شعبه كبيره في مصر، شعبه السجاير، والخبر تضمن زي ما شرحت لحضرتك واشار لما تعلنه وزاره الصحه دوما
بالخطوره، اشار للشعار اللي موجود على علب السجاير، اشار لما قاله السيد المفتي الديار المصريه الاسبق نصر فريد. واصل إذن الخبر متوازن تماما طبعاً. ولدينا طبعا في كل الخدمه الصحفيه، كل ادوات الخبر الصحفي. بشكرك جدا زميلنا العزيز الاستاذ سامي عبد الراضي مدير تحرير جريده الوطن. خلينا نروح للاستاذ ابراهيم الامبابي رئيس الشعبه العامه للدخان والسجائر باتحاد الصناعات. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. الخير على حضرتك وعلى اختنا الغاليه وعلى مشاهدينك. اهلا بيك استاذ ابراهيم، اتفضل. انا بعيد الاستاذ سامي ان هذا الشخص الغير مسؤول حصل منه هذا التصريح. اولا احب اوضح حاجه، اختلف مع استاذ سامي راضي حاجه في حاجه واحده، ان هو اولا هو لا ينتمي لهذا القطاع من قريب او من بعيد. ثانيا دعب هذا الشخص اللي هو قطاع يا فندم، قطاع السجائر والمعسل. تمام. اولا القصه نبتديها علشان كان هو عايز يرفع قضيه على الوطن، انا متضامن مع الوطن كمسؤول رسمي على قطاع اقتصادي. بدون ما تتاكد اذا كان قال الكلام او لا؟ يا فندم انا متاكد ان هو قاله. ليه؟ لان دي مش اول مره يحارب الصناعه. هو كده بيحارب هو كده بيحارب الصناعه ولا بيشجعها؟ طبعا بالله عليك، بالله عليك، لما انا اطلع اقول احارب دار الافتاء و هل يوجد اليس هو اليس رجل رشيد؟ ده احنا كاتبين على علبه السجاير والمعسل التدخين يؤدي الى الوفاه. ايوه في حاجه بعد الموت علاج؟ لا هذا مفيش. الشخص اولا ما فيش حاجه اسمها شعبه تجاره التبغ. ليه؟ لان شعبه التبغ مجرم في قانون 67 ل 2016 بيع التبغ الخام الا لمصنع. هو دعبهم على عشان يتهربهم من دفع الضريبه للقيمه المضافه ومعمول لهم قضايا طيب كبيره. طيب ده مش موضوعنا، يعني خلينا في موضوعنا. حضرتك بتقول وانت مسؤول عن الشعبه العامه للدخان والسجاير ان هذا الكلام غير علمي وكلام غير علمي؟ طبعا لا يا فندم. أيوة. انا مش انا ما اقدرش اقول دار الافتاء تقول حضرتك قلت عباره لا انا ما بتكلمش في الحرام والحلال، انا بتكلم في صحي وغير صحي. بقول لك انا كاتب على علبه سجاير التدخين يؤدي للوفاه. مش محتاج حاجه من طيب حضرتك استاذ أكثر ابراهيم من كده. انا عندي سؤال تاني صغير. حضرتك قلت ان دي شعبه لا تنتمي لينا وغير معتمده رسميا، وده بيضر التصريحات بتاعته، بتضر بصناعه كبيره زي الصناعه بتاعتك. هل ده معناه ان حضراتكم ممكن تتخذوا اجراءات قانونيه تجاهه بما انه بيضر؟ انا اتخذت اجراءات بالفعل. ما انا مش هسيبه يدمر صناعه ويدمر. ايه هي الاجراءات اللي حضرتك اتخذتها يا فندم؟ انا رافع عليه قضيه، رفع عليه قضيه، وانا متضامن مع الوطن، لان انا متاكد، لانه قبل كده صرح تصريحات برضه تضر بالاقتصاد الوطني. راجل قال ما ندفعش ضريبه القيمه المضافه، هل هذا موقع؟ هل هذا يعقل؟ انا كقطاع ومستثمر ما ادفعش ضرائب البلد؟ مين يقول الكلام ده؟ وصلت المعلومات يا فندم، وصلت. هذا الشخص غير مسؤول، وانا بعتذر لكل من قرا الخبر، وانا متضامن مع جريده الوطن ضده. بشكرك جدا استاذ ابراهيم الامبابي رئيس الشعبه العامه للدخان والسجاير باتحاد الصناعات. خلونا نروح لكلام علم.